ويبقى معنا مفادنا محمد حلمي من الأراضي المقدسة للاطمئنان على أحوال البعثة الطبية المصرية للحج. محمد، بعد التحية، يعني ضعنا في الصورة لديك أحوال الحجاج المصريين، ونريد أن نطمئن أكثر أيضا على الحالة الصحية وبدء يعني المناسك والتفويج. بالفعل تحياتي لك محمد والساده مشاهدي التلفزيون المصري، واحدثك من مقر البعثه الطبيه المصريه بالمكه المكرمه. اكد لك ان الحرم المكي بيشهد زخما واقبالا غير عادي من ضيوف الرحمن منذ ليله امس، وبذلك بيتم تدشين العديد من العيادات الطبيه الجديده لاستقبال هذه الاعداد. وصل عدد العيادات الطبيه في مكه المكرمه الى 18 عياده طبيه، اضافه الى خمسه عيادات بالمدينه المنوره. وصل عدد المترددين على هذه العيادات إلى 7129 حاج يتلقوا الخدمات العلاجية والدوائية بل والوقائية من خلال فرق الطب الوقائي التي أقامت 663 ندوة توعوية وتثقيفية بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس وكيفية التغذية السليمة. حضر هذه الندوات ما يقرب من 21328 حاج في بمقر إقامتهم. بالنسبة للحالات التي تم دخولها المستشفيات، هناك فريق طبي تابع للبعثة الطبية المصرية بيجوب المستشفيات سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. عدد الحالات منذ بدء وصول الحجاج المصريين إلى الآن تم دخول 66 حالة، تم خروجهم باقي 12 حالة. هناك حالات تعاني من أورام في المخ، وكذلك تم عمل قسطرة ودعامة قلبية، وهناك حالات عظام قدم سكري، لكن بتتلقى الخدمة العلاجية المجودة من قبل السلطات السعودية بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية التي تقوم بزيارة هؤلاء المرضى على مدار الساعة. هناك 64 حالة تنفسية تم اكتشاف منهم 5 حالات كورونا، ولكن حالتهم مستقرة ولا توجد أي أمراض معدية. حالات كورونا أصبحت الآن مثل الإنفلونزا الموسمية. أؤكد لك أنه هناك انطباعات إيجابية من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من هذه الخدمات على مدار الساعة بالعيادات البعثة الطبية المصرية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. نتمنى كل الصحة والسلامة للحجاج المصريين ولكل ضيوف الرحمن. أشكرك شكرا جزيلا، مفادنا من الأراضي المقدسة محمد حلمي تحديدا من مكة المكرمة. شكرا جزيلا.